بالتأكيد في أندية بتحاول خلال الفترة اللي فاتت إن هي تلملم أوراقها سريعا، وعندها مواجهة قوية جدا جدا جدا، علشان كده لازم يكون في تركيز قوي. والحقيقة واحدة من الأندية دي اللي دايما بنشوفهم سريعا قوي بيعرفوا ان هم يرجعوا على التراك تاني، ولما بيكون في كده اخفاق في النتائج بيعرفوا ان هم يعملوا ده فريق البنك الاهلي. سياده اللواء اشرف نصار اللي بنرحب بيه اللي متواجد معانا عبر الهاتف، طبعا رئيس نادي البنك الاهلي، برحب بحضرتك يا سياده اللواء وصباح الفل عليك. ربنا يخليك يا استاذه فرح، انا متشرف ان انا معاكي، وصباح جميل ويوم سعيد ان شاء الله على المشاهدين كلهم وعلينا باذن الله. يوم جميل على حضرتك باذن الله، وسعيده بوجودك معايا. عندك لقاء قوي قوي، وعندك مواجهه يعني الحان النادي البنك الاهلي لازم يحضر لها وبحذر، خصوصا ان بالتاكيد حضرتك غير راضي عن النتائج خلال الفتره اللي فاتت، وده بياكد انه نادي البنك الاهلي لسه عنده المزيد. طبعا حضرتك احنا بنستعد للمباراة يعني بشكل يعني كويس، المباريات كلها صعبة، ترى صحيح تقولي ان في ماتش سهل، برضو القرعة يعني جت علينا شوية في اول مواجهات، كان عندنا الزمالك وبيراميدز الفترة اللي فاتت وبعدين الاهلي، لكن الفريق يعني بيستعد وبيعمل حساب لكل مباراة، لان هي كل مباراة بثلاث نقط. فحضرتك عندنا اصرار ان احنا ان شاء الله يعني نتجاوز الفترة ديت البداية دي، وإن شاء الله يبقى فريق البنك الأهلي يتواجد في المنطقة اللي هو يستحقها، وخاصة إن الدوري السنة دي بالنظام بتاعه يعني كل الأندية بتسعى إن هي تكون في الترتيب في التسعة الأوائل في الدور الأول، على أساس إن يبقى يعني الدور الثاني يبقى هو بيلعب على مركز ما بيلعبش على الهروب من الهبوط يعني بإذن الله. تعليق ايه حضرتك كده من وجهة نظرك، شايف الدوري ماشي ازاي حتى هذه اللحظة؟ والحقيقة انه نظام جديد، ولكن بالتأكيد هو مبتدي قوي قوي. تعليقك ايه على المباريات منذ البداية؟ لا طبعا المباريات كلها مباريات قوية جدا، ويمكن شفنا حصيلة من الأهداف عالية خلال المواجهات في الثلاث جولات اللي فاتوا، برضو نسبيا يعني حسينا برضو التغيير اللي حصل في لجنة الحكام بيسير نحو الأفضل، ونتمنى أن هو كمان يعني يتحسن أكتر وأكتر. انتظام المسابقة، بعض الأمور البسيطة يعني زي امبارح بالليل مثلا المواجهة بتاعتنا مع البنك مع الأهلي كانت مقررة يوم الأحد في استاد القاهرة، امبارح جالنا جواب بالليل أن هو تم تغيير الملعب لاستاد السلام. يعني طب ما هي الأمور دي لو من بدري برضو، لأنها بتأثر على التركيز بتاع الفريق وعلى الإعداد للفريق يعني سواء الفريقين أعتقد يعني طبع. لكن بنتعامل مع الأمور البسيطة دي، لكن نتمنى أن يعني يبقى كله في الإطار بتاع التحسن والاتجاه نحو الأفضل بإذن الله. أكيد أكيد. هل نقدر نقول أنه وجود الجهاز الفني الحالي مرتبط بنتيجة مباراة النادي الأهلي، ولا ملهاش علاقة يا ست اللواء؟ لا لا خالص يا فرح، ما احنا لا نتعامل بالقطعة. الجهاز يعني الحمد لله بيجتهد وشغال، ويمكن يعني بصماته وأداؤه واضح على أداء الفريق، لأن رغم حتى المباريات اللي احنا لم نوفق فيها، لكن في شكل الفريق وبنسجل، ويعني هي بس محتاجة يعني شوية توفيق من ربنا وشوية معالجة للسلبيات أو الأخطاء اللي بتظهر أو اللي ظهرت خلال المباريات السابقة، وإن شاء الله يعني أنا متفائل ودايما متفائل يعني الجهاز الفني يعني على قدر كبير من التميز وعنده تجارب وعنده سي في بالتأكيد. إن شاء الله. طيب هل الجهاز الفني كان ليه أي طلبات خلال إن شاء الله الانتقالات الشتوية، وهل كان ليه طلبات وما اتحققتش ودي سبب في يمكن في تذبذب النتائج ولا لا؟ لا خالص، احنا حققنا الطلبات بتاع الجهاز الفني اللي هي في الموسم الصيفي او قبل بدايه الموسم بنسبه 100%. مفيش اي طلبات كان هي مطلوبه وما اتحققتش. بالنسبه للانتقالات الشتويه مفيش اي كلام لسه عنها لغايه دلوقتي، يعني لسه قدامنا يمكن شهر، والشهر ده يبقى فيه برضه يعني عدد من المباريات اكيد يعني هتظهر للجهاز الفني
مدى الاحتياج الى اي تدعيمات في فتره الانتقالات الشتويه ان شاء الله. بالتاكيد، والحقيقه ان احنا معتادين من سياده اللواء اشرف نصار انه دايما بيسبق الكل الحقيقه. ربنا ويعني عشان كده لما حضرتك بتقولي ما فيش دي برضه انا شاكه فيها، خلي ايوه بالك ما فيش دي، لا في في بالتاكيد، واكيد حسمت كده كام صفقه، بس ايه الاعلام بيكون في الساعات لا الاخيره. عارفه انت بالذات يا فرح، بس لسه ما فيش اي حاجه دلوقتي، حاليا ما فيش اي حاجه. بتمنى دايما التوفيق لفريق البنك الاهلي، ومجهود حضرتك دايما واضح يا سياده اللواء، وان حضرتك ما بتبخلش على فريق البنك الاهلي والنادي بشكل عام، وتحياتنا ليك، وان شاء الله نشوف موقف فريق البنك الاهلي في افضل حال خلال الايام القادمه، ويتدارك النتائج سريعا جدا، علشان كمان موقف الفريق والوضع في دوري نايل الموسم ده اعتقد هيكون يعني في كمان شد وجذب شديد جدا ما بين الانديه. ان شاء الله، وشاكرين جدا لحضرتك. تحياتنا لحضرتك وصباح الفل عليك.